يا أبناء هذا القائد المناضر الصابر الثابت أستاذنا عبد الوهاب حسين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى عاشوراء، ذكرى التضحيات، ذكرى الصمود، ذكرى الصبت، ذكرى الثبات. بكل فخر واعتزاز نقف هذه الوقفة القصيرة لأجل قائد بذل وقته، بذل نفسه في سبيلكم وفي سبيل هذا الشعب، واصل دربه الرسالي وواصل دربه درب ذات الشوكة، درب الإمام الحسين عليه السلام. لم يسجد لصنم قط ولم يتراجع، فهو شعاره المقاومة لا المساومة. لقد وقف موقفا متحديا لهذا النظام الذي أراد أن يخرس الألسنة ويكم الأفواه، ولكن الأستاذ الجليل سمعته في السجن يكرر ويقول لا يمكن أن يصل النظام إلى حل إلا بنا نحن القيادات، ونحن طبعا الذين يصنع النصر بنا ويحصل الفتح بنا. هذا الأستاذ الجليل وجدته في عاشوراء من أول يوم إلى اليوم التاسع من المحرم، دائما صائم، دائما في عبادة، يقيم الليل. والله إنه كان يصبرني مع ما عندي من الصبر، أنا أصبر غيري وهو يصبرني. واصل هذا الدرب ودرب الشوك وهو يقبع بالسجن، ولكن يستحيل عليه، لا يمكن أن يقنعه قانع ولا يمكن أن يتراجع، فهو حر لا يمكن أن يشترى ولا يمكن أن يباع، ودائما يهتف في كل لحظة هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. نعم يا أستاذنا الجليل، ها نحن نعيش محنتك ونعيش مصيبتك، ونسأل الله لك بالفرج والشفاء العاجل إن شاء الله، رغم الإهمال للعلاج ورغم عدم العناية لهذا القائد، إلا أنه ثابت كالجبل لا يحركه شيء، دائما صمود ثبات لأجل عزة والكرامة، ولأجلكم يا شعب البحرين، ولا سيما رجالات وحرائر هذا البلد الطيب الطاهر، بلد الثورة، بلد الأحرار، سوف يخرجون إن شاء الله هو مع غيره من الثوار السجناء، رافعين الرؤوس، معلنين الحرية، معلنين الإخلاص، يصرخون قائلين لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله.